والله يا حكيم، كل وقت اسهال ومقايا، ما بتتحسن بنوب بنوب. اعوذ بالله، اعوذ بالله. قوم يا اخوي، قوم قوم يا اخوي، قوم. شو حكيم؟ شبه البنت حكيم. شو حكيم؟ طمني، شبه البنت والله يا اخوي. البنت حالتها ما تطمن. شو قصدك حكيم؟ شو يعني ما بتطمن؟ محمد طول لي بالك شوي، صلي على النبي. هذا المرض والعلم عن ظله هو الهوى الاصفر، وهذا وبا وما له دواء. يا لطيف لا تقولها يا حكيم، بالشان الله لا تقولها. ولي ولي، دخيلك دخيلك يا ابن يا دخيلك يا دخيلك يا ابي يا ابي، تعال شوف امي مدري شو صلى. يا مو يا بديعة، شو صلي؟ بديعة يا مو، هاتي مي، هاتي مي. يلا يا ابي، صحي يا فخري. قبل ما تكنس فيها نع شوي بالمي مشان تطلع. ايه مشي يا بصراحة. شو هو نجيب؟ لك هذا جربان؟ لك لا لا، هذا مو جربه بصراحة. مالك شايفه كيف عم يمسك الأملة هيك ويكبها على جنب؟ ايه والله مظبوط. ابو نجيب، شو بدك انت تاني شي راسي؟ تاخذ الدواء لمرتك. تعال. ايه على راسي. يلا هلا اذا اعطيته كم صابونه وسم الأملة بيستعملون ولا بيبيعوا؟ والله بتعرف هذا ابو نجيب عمي، انا ما بستبعد انه يبيعوا صح الزبون. ايه والله بيعملها. هيك اشوف ان شاء الله حقه المصاري هدول. لا لا ابو وضاح، حسب عنا بتقول لها لمرتك تستعملهم 3 مرات بعد الاكل. ايه الله يخلي لنا المختار. يسلموا يسلموا يا ابو صفوان. هو والله معك حبيب قلبي، حبيب قلبي، الله يخلي لنا اياه. ابو نجيب. نعم. شو بدك انت الثاني سدراسي؟ تعال لك تعال. شايفه هي جينا ابو صلاح بده اياه. شو بده؟ ابو صلاح خلصني مستعجل بيستفزك. ايه ابو نجيب. نعم. شو اللي كبيتها وراه؟ شو كبيت؟ ما كبيت شيء، انا ما بكب شيء. ايوه ابو نجيب ما بكب شيء. شو بده يكب يعني؟ ذكر ام الفراري لعطوا حكم عليه بالاعدام. بتضحك والله، ضحكتني. ابو فخري. نعم. في عندك زبون بالمحل. وينه؟ روح ليه؟ يلا ليه؟ امرك شو سيء؟ سيك ابو نجيب. شو هاتي راسي؟ هلا انت مسيء. شايفه؟ هاي مسكنا. تفضل. هدول بتذوبهم بسطل المي وبتفرك راسك وبدنك منيح، بعدين بتشلح وعيك وبتنقعهم بهالميات، ونفس الشيء بتسوي مع عائلتك، مفهوم؟ طيب مشان شو سيد راسي؟ مشان الامل. انا ما امل؟ امنت بالله. هاتهم عمي. لا خلاص خلاص، شبك شبك متعصب دغري. عم نحكي عم ناخذ ونعطي. هدول سيد راسي قديش لحقهم هاي تقريبا؟ لك عمي ما بدي حقهم. ما اخلاق باخذ حقهم يا ابو صلاح، بس عم نسال عم نسال قديش لحقهم؟ 4 براغيث. 4 براغيث؟ يا لطيف، يعني اذا لقيت لهم زبون ب3 براغيث بياخذهم هي؟ لك ليش وحده ما ياخذوه؟ ها هذا الحكي. والله ممكن على ابو صلاح ابو نجيب يحط 4 براغيث مشان كم امله. الله يصلحك الله يصلحك الهي. يسلموا ايديك.